السلام عليكم. نموذج لوضع التفاصيل في برنامج الريفيت، اول حاجه اعملها هاجي هنا مثلا اقول له ان انا عايز اعمل ليجند، وهنا من الليجند تقدر ترسم اي حاجه انت عايزها. تمام، طيب خلينا مثلا نفترض ان انا عايز احط حقائق التفاصيل بتاعته. عند لو جيت كنت انوتيت هتلاقي ان انت عندك قدره ان انت ترسم اي ديتيل لاين، يعني اي خطوط اوتوكاد، عايز تعمل ريجن اللي هو عبارة عن هاتش. طيب خليني اجي هنا عند كومبوننت واقول له انا عايز اعمل كومبوننت ليجند كومبوننت، بيبدأ يجيب لي كل الفاميلي اللي موجودة في المشروع، وتقدر تحطها هنا وتقدر تشتغل عليها تكتب الصفات بتاعتك. على سبيل المثال مثلا خلينا ناخد دور مثلا اهوت، ده شكله في الفلور بلان، وده شكله في الالفيشن، وده شكله في الفرونت. تمام، تقدر تحطه بالشكل ده. طيب تعالوا مثلا نختار حيطة، ولكن مثلا حيطة تكون فيها التفاصيل ديت، اهي ده شكلها في البلان بيبقى كده. طيب انا عايزها في السكشن بالشكل ده. طيب تقدر تكتب هنا الكتابات زي ما انت عايز، من قائمة انوتيت هتلاقي ان انت تقدر تكتب تكست زي ما انت عايز. طيب دلوقتي مثلا البرج دوت نفترض ان هو فيه عزل شوية، اللينس بتاعه خليه مثلا 6 بالشكل دوت، وانا مثلا عايز اقول ان هو يبقى فيه هنا ارضية، فهاجي هنا في الانوتيت واقول له انا عايز ارسم فيلد ريجن بالشكل دوت اهو، مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت. وتقدر تدخل وتغير شكل الهاتش ده ما انت عايز اهو. طيب عايز بقى احط مثلا عزل مثلا هنا، هتيجي من انوتيت وتقول له انستوليشن، تبدا ترسم العزل بتاعك. تمام، ممكن بقى تغير المقاس بتاعه لو انت حاسس انه عايز يكبر شويه، ممكن نخلي مثلا دوت اهو، خلي مثلا ده الويت بتاعه بأربعة مثلا 5 بالشكل دوت اهو. فتقدر تحط التفاصيل اللي انت عايزها.